أمينة بقى احكي لي، أهلاوية شديدة جدا ومؤثرة جدا، بنرجع زي ما قال محمد سامي كده بنعمل فلاش باك وليلة المباراة، القمة، القاضية، القرن، حاجات كتيرة جدا. التحضير، أنا كنت بحضر، كان عندي شغل، اللعيبة كانت بتحضر، أنت كنت بتحضري إزاي؟ توتر يعني توتر. الليلة اللي ما حدش بينام فيها بالضبط، يعني كان في قلق كتير وتوتر كتير. ظروف اللي قبل المباراة الحقيقة كانت صعبة جدا، فكرة الكورونا وفكرة الإصابات وفكرة تغيير مدير فني قبل السيمي فاينال على طول كان موسيماني، ففكرة وجوده في الفاينال وفكرة إن كابتن طبعا محمود الخطيب ياخد خطوة زي دي بوجود موسيماني وانتقادات كتيرة جدا، فكان تحضير قوي الحقيقة يعني. وكان الواحد قلقان طبعا ليلتها، البطولة غايبة عننا من 2013 يا كابتن، فيعني التسعة دي جت بصعوبة، فكان يعني موضوع صعب جدا الحقيقة قبل المباراة. محمد سامي، أمينة فتحت لي موضوع كويس، التوتر، غياب رحيل فايلر، حضور موسيماني، بس فزنا على الوداد هناك 2-0، هنا 3-1. هل الفوز ده ادالك ثقة وخلى الفاينل سواء قدام الزمالك أو الرجاء ما يفرقش عندك؟ حضرتك قلت في المقدمة يا كابتن إن جان ما عندوش حاجة يخسرها قدام الأهلي. نعم فرق القارة ما عندهاش حاجة تخسرها قدام الأهلي. تمام. بس هو اللي عنده بيخسره. نعم الماتش ده دخلنا في رهان ما دخلناهوش. ها تفاجأ لقيت نفسك بتتراهن على فريقك قدام حد شايف إن هو أحق. شايف إن 90 دقيقة هيثبته فرديه هو بيروج ليها بقاله سنين بان هو كل حاجه. نعم التوتر جه من جه من انك انت عندك حاجات كتير قوي تحافظ عليها والمنافس بيحاول يلعبك عليها لعبه قمار. نعم ولكن الثقه دايما بانك عندك ارث تاريخي رهيب، عندك موروث بيخليك قادر على الاستمتاع بالمباريات الصعبه. نعم عندنا دايما كده بيسموني في المجموعه بتاعتنا كده البارد بتاع الماتشات الصعبه، يبقى آه. الماتش مولع اقول لهم هنكسب. والله الاهلي معودني على كده. ده دايما شعورك يا محمد. موروث يا كابتن، احنا الكلام ده يا عندنا عليه ربنا، سجل. ربنا يديني يا اخي، ربنا يديني ربع برودك يا اخي، والله ده احنا حاجه صعبه قوي. يا كابتن ازاي بس حضرتك كنت حاضر وشاهد عيان على اهداف بالجمله بتتسجل بعد الدقيقه 90، ده صحيح. يبقى المفروض حضرتك تكون واثق اكتر مني. ماشي. هي القصه دايما ان الاهلي بيدينا رؤيه ان المباراه دايما بتخلص مع الصفار، نعم دايما التوفيق بيروح للمجتهد. صحيح. دايما لعيبه الاهلي تروح للاجتهاد وانها تقدم اللي عليها، على دايما ربنا توفقنا وناخد البطولات نعم المباريات. علشان كده انا كان عندي الثقه احنا ان شاء الله ده الماتش بتاعنا، خاصه احنا عاملين موسم هايل، فايلر عامل فريق كويس صحيح متمرس، كل ده بيودينا لنقطه واحده، انت اعلى فنيا ولكن هم استندوا على حاجه واحده ان هم علينا في مباريات السوبر وكسبنا بهجمات مرتده. ميزه موسيماني ان هو بيقرا ويذاكر كويس جدا، انا كنت مطمن من الناحيه دي. نعم ده الكلام الفني، ولكن بقى التوقف كان صعب كل الكلام، كلنا كنا طبعا عندنا قدر من التوتر، ولكن استني المباراه دي بصراحه.